السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك عاملين ايه يا جماعه؟ ان شاء الله كنا بقلب خير. انا النهارده عامله لكم اللي احنا هنعمل السمسم. النهارده هنضيعه زي ما انتم شايفين هناك اهو. السمسم اللي احنا هنعمله اهو النهارده شكله حلو قوي. ولا حبيت تعمل شيء ازيك يا صديق؟ الحمد لله. كيف حالك انت؟ انت بتعمل ايه؟ انا كويس الحمد لله. بتعمل ايه السمسم ده؟ تمام معلوم. احنا بنداري سمسم. عشان ايه بقى؟ عشان تفريش. بتاخد فيه والطيور والورق وكله بقى اي شيء. اسمك ايه يا صديق؟ انا اسمي سمحان محمود سمحان. انت منين؟ انا من الهند. كان محترف هنا في مصر. حلوة. بلعب في فريق سمسم. حاسس ان ذوق البلد نفسي.